القوامة الوطنية، وأضاف أن لنا في الحكومة أن نعطي أنفسنا شيئا من المصداقية والكرامة قبل أن ينهار كل شيء، رافضا ربط قضية الجيش بالوضع في الشرقية، مؤكدا أن التحدي الأكبر يبقى في الجنوب. وحمل جنبلاط بشدة على ما يجري داخل تجمع سبينس وخارجه، فقال: أتحفنا بخطابات رنانة في السياسة والأخلاق وفي الطائف وغير الطائف فيما الناس يموتون، وكنا نتمنى على هؤلاء السادة أن يمر شهر رمضان بشكل صامت بعيدا عن تلك الولائم وعن إذلال الشعب الفقير. وقال: ثم كان عيد الفطر وبشر القادة الكبار بأن الطائف على طريق التطبيق، وبخاصة في أندية باريس ومحافلها. وانتقد جنبلاط البقاء في باريس والسامرلاند والموازنة الجديدة، وقال إن الهدر فيها يأخذ حسابه وحساب المشاريع التربوية وحساب عصر النفقات. وبالنسبة إلى الأمن، قال جنبلاط: كيف يسمح بأن تدق الفوضى في بيروت الغربية ولم تتحقق حتى الآن أي خطة أمنية؟ وكيف يسمح بعض أوساط ما يسمى بشرعية الطائف بتهديدات أو مزايدات من جورج سعادي أو غيره، الذي يشترط العودة سياسيا وماديا على حساب ما تبقى من وطن ومؤسسات؟ نقولها بصراحة لجورج سعادي، أضاف جنبلاط: نحن لسنا بحاجة إليك، تستطيع أن تبقى في باريس لحماية الطائف إلى أبد الآبدين. ومما قاله جنبلاط أيضا: يبدو أن كلمة خجل أو حياء لم تعد موجودة في القاموس اللبناني، وكم كنا نتمنى على هؤلاء الساسة أن يخرسوا بدل أن يطلعوا علينا بتلك النصائح السياسية حول كيفية عودة الشرقية إلى الطائف أو الطائف إلى الشرقية. كيف يجرؤ بعض الناس حتى على التصريح أو السفر إلى باريس أو غير باريس؟ كيف سيواجه هؤلاء الشعب الفقير في كل لبنان؟ كيف يسمح بعض الناس لأنفسهم بالبقاء في فندق السامرلاند هم والقبيلة أو العشيرة أو المرافقة؟ كشف عضو اللجنة العربية وزير الخارجية الجزائري أحمد غزالي في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن سمير جعجع اعترف خطيا باتفاق الطائف، واعتبر أن الرئيس العماد ميشيل عون لا يريد الوفاق، متناسيا المواقف الدائمة للعماد عون من موضوع وفاق اللبنانيين وضرورة تفاهمهم بعيدا عن الضغوط والابتزازات التي تفرض عليهم من الخارج والداخل. أسبوع النظافة الذي دعا إليه المكتب المركزي للتنسيق الوطني والهيئات الاجتماعية كافة تحت شعار تعزيل وعونة لمناطق عين الرماني، فرن الشباك، التحويطة، الشياح وبدارو، انتهى اليوم. المزيد في هذا التقرير. عين الرماني اليوم لبست حلتها الجديدة، والأمل بأرض نظيفة حققته إيدين وسواعد شباب وصبايا خططوا لحمل التعزيل وعونة، صمموا على إكماله ونفذوه باندفاع وحماس. من أسبوع كانوا سكان هالمناطق عم بعينوا من حالة التلوث اللي سببتها النفايات المتروكة بإهمال بالشوارع، واليوم كانت نهاية هالحملة لإعادة العين الرماني ومحيطها إشراقة الحياة وفرح النظافة اللي هي من الإيمان. طرقات عين الرماني النظيفة عززت فينا شعور بالعافية، وأثارت بسكانها اللي شاركوا بهالحملة مشاعر الفخر والسرور، على أمل أنه تكون هالحملة مثال تقوم فيه بقية المناطق اللبنانية. فيك تخبرنا شو تقييمك لنتائج حملة التعزيل والعونة بعد مرور أسبوع؟ عظيم جدا، عظيم جدا، خصوصا انه تجاوب الاهالي كان فظيع. هلا بتقدري تبرمي بعين الرماني، الاحياء لطفت كثير، في احياء فتنه لها صار لها 15 سنه ولا ايد فاتت له، في كومات ردم ووسخ ورمل وسيارات محروقه ومكسره صار لها زمان موجوده على الطرقات، هذا كله بيوضع الناس بجو جو حرب، جو يأس، جو حزن. بقى غيرنا كل معالم المنطقة هون، وبقدر الإمكان هلأ بنطلب من الأهالي إنه يتابعوا العمل هاللي بلشناه معهم. بتقدري تمري عشية عطرات بتلاقي إنه في ازدحام بالسير، اقتصاديا تنفست المنطقة. مرئي وشوفي كيف عين الرماني تغيرت، ونتأمل إنه كل المناطق اللبنانية تتغير ونبعد قد ما بنقدر عن أجواء الحرب، أجواء اليأس، أجواء التعب، لانه الواحد بشبهها من الواحد فايت على اوضته بيلاقي اوضته مكركبه ما بيكون مرتاح نفسيا،
ساعة بيفوت وبيفوت على بيته ومرتاح وبيلاقي كل شيء مرتب بيرتاح وبيتنشط تيعمل أحسن وأحسن. ومنريد بناننا يصير مثل ما هو هلا ملبك بالضربات وبالأوساخ، يصير مزدهر بنظافة الكافية بشعبه، يتنظف. أول مطالب اللي طلبها هيدي مطالبة الحقيقية، تنظيف الغرباء، بعدين ما في شيء له تأثير. بس عندنا شوية بروبلمات من ناحية العالم، مثلا في نوصل عشارة معين نلاقي العالم كتير متجاوبين معنا، منطفينه ومجمعينه ويشيل. عندنا بروبلمات اللي صارت شوية من ناحية التجاوب مع السيارات، مثلا نطلب من العالم انه شال السيارات وهيدا، كان عندنا أكثر شيء هالعقدة. عندي إكزامبل هيدا الشارع اللي نحن فيه، وصلنا لقيناه منظف مجمع، ما علينا الا نمرق نشيله بالجرافات ونكنس شوي محل الردم ونضلنا ماشيين منه. اذا صار في حمله ثانيه لتنظيف منطقه ثانيه، هل انت مستعد انه تساهم؟ اكيد لازم كل واحد يساهم ويساعد كل المتطوعين لنقدر ننظف كل المنطقه، لانه المنطقه منطقتنا ولازم ننظفها على القليل، انه نشيل عنا هالاوساخ والمطرقات لحتى ما تجيب لا امراض ولا يعني حشرات او شيء. يعني سكرت المحل خصوصي لحتى نقوم هالعمل الانساني. نزلت من البيت اليوم على بكره بس حتى شاركهم بالنظافه. ساعدتهم بالكنيسه وبالتنظيفات، ومعه عنده ولدين كمان، والجيران كلها ساعدت والكل ساعد. انا عم تضايق كثير بالنسبه لي، وقادمين على صيف وشوب، بقى حتى نتخلص من المرغش من الميكروبات ومن الامراض عم نقوم بالحمله كلها سوا. لبنان بحاجه لناس يشتغلوا ويكونوا جديين بعملهم تينظف لبنان، لانه اهم شيء النظافه. واذا نحن ما نظفنا ارضنا مين بده ينظف لنا اياها؟ اكيد هالحمله مش رح تقتصر على عين الرميني، انما هالحمله بلشت بمبادره من المكتب المركزي وبتشجيع من الاهالي، من اهالي المنطقه، بالاشتراك مع جمعيات ومؤسسات عالمية ومحلية. إذا كل منطقة بتحب تقوم بهالعمل، هي عليها أنه تتنظم وتحضر، ونحن جاهزين للتعاون للانطلاع على أي منطقة. إنما على المواطنين يستكملوها بشيئين، أول شيء يحطوا الزبالة بالنقط المحددة للزبالة ليسهلوا على البلديات عملها، وثانياً يتبعوا البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي لتتنظم هالشغلة بصورة متواصلة. مخلفات المسلحين في عين الرماني بصمات لا تمحى ومأساة أودت اليوم بحياة ولد في الثامنة من عمره، هو ألاء أبو زيدان، الذي قضى بانفجار ضغم، كما أصيبت شقيقته بجروح مختلفة. هذا في وقت كانت حملة النظافة في المنطقة على وشك أن تنتهي.